احنا دايما بنشيد باهميه التربيه والتعليم للشباب الصغيرين وازاي يقدروا انهم يتميزوا ويبقوا في مكانه مهمه. واحد من النماذج دي هو الطفل الصغير محمد سعيد في ليفل اللي بيعتبر معجزه البرمجه. تخيلوا طفل عنده تقريبا 10 سنين وبيعتبر من اهم المبرمجين اللي موجودين في الساحه واصبح حديث الجميع على السوشيال ميديا. والشركات العالميه اللي بتعتبر يعني بتعتبر محمد فذ وعنده يعني قدرات خارقه انه يكون واحد من اهم المبرمجين في العالم. احنا معانا المبرمج الصغير على سكايب. وصباح الورد عليك يا محمد. وعليكم السلام، ازاي حضرتك؟ ازيك يا محمد؟ الحمد لله. احنا فخورين بيك قوي قوي قوي. شكرا جدا. عايزين نعرف بقى انت ابتديت الموضوع ده ازاي؟ يعني ازاي بدأت تتعلم برمجة؟ يعني ايه اللي جابها في دماغك؟ هو انا الاول بدايتي اول حاجه بدايتي ان ازاي استخدم الكمبيوتر. الوقت اللي اتعلمت فيه ازاي استخدم الكمبيوتر كان وانا عندي حوالي 6 سنين. وقتها كنا في السكول بنتعلم ازاي نستخدم الكمبيوترز، يعني كنا بس بنتعلم ازاي نستخدم مايكروسوفت وورد، باوربوينت، وحاجات بسيطه جدا. وبعدين كنت طول الوقت لما اروح البيت كنت طول الوقت يعني بفتح الكمبيوتر واحاول اطبق اللي اتعلمناه في السكول وبحاول اتعلم حاجات تانية. وطبعا بقضي وقت اكتر بكتير في البيت لوحدي اتعلم على الكمبيوتر اكتر من في السكول. فمن وقتها يعني حسيت اني بحب استخدم الكمبيوتر. من وقتها يعني ما كانش فيه اي حاجه، لسه ما كنتش اعرف اصلا يعني ايه برمجه. وكان وقتها كان فيه لعبه انا بحب العبها، كان بيكون عليها العاب كتير جدا، وانا نفسي اعرف ازاي اعمل لعبه واحده منهم عشان طول الوقت بلاقي العاب جديده نازله. فحبيت اعرف ازاي، فانا عملت سيرش على يوتيوب اللي هو يوتيوب وجوجل، يعني انت اللي هم عندك اصحاب يوتيوب شانل اصلا كبيرة كمان. اسمها Coding for Kids. طب انت بدات الكودينج ازاي وامتى؟ يعني ايه انت قلت يعني كنت بتقول ان انت كنت بتلعب فيديو جيمز او يعني اللعب اللي انت كنت بتلعبها على الكمبيوتر هي اللي خليتك بقيت مهتم ان انت عايز تعرف اللعبه دي اتعملت ازاي وانك نفسك تعمل اللعبه دي، صح؟ ده اللي خلاني اهتم قوي بكده. يعني بدات فعملت الكودينج بقى على ازاي؟ يوتيوب وجوجل، وعرفت ان في حاجه اسمها بروجرامينج. بقى من وقتها بدات اتعلم ازاي اعمل بروجرامينج وبلغات كتير. وبلغه يعني بلغات كتيره بلغه الكودينج كمان عشان بس الناس تبقى يعني اللغه مش قصده انجليزي او عربي او فرنسي او كده، لا هو قصده اللغه اللي هي لغه الكودينج اللي هي بتتبرمج بيها يعني البرامج اللي على السوفت وير يعني. صح مظبوط. طب محمد انت بدات على اليوتيوب شانل بتاعتك الفيديوز عملتها ان انجلش، فالناس طلبت منك ان انت تخليها باللغه العربيه، فانت عملت بقى ده ازاي؟ انا اول حاجه السبب اني بدات قناه بلغه الانجليش ده عشان وقتها يعني تقريبا كان عندي حوالي 8 سنين، فوقتها كنت بعرف اتكلم انجليش احسن شويه من عربي. فبعدين لما ناس طلبت مني اني اعمل بالعربي حاولت يعني ابدا اعمل فيديوهات بالعربي، والحمد لله اتطورت جدا من يعني من ساعه ما بدات. لما كنت بعمل بالانجلش دلوقتي اتطورت جدا في العربي. انت بتبرمج ايه بقى دلوقتي يا محمد؟ يعني بتشتغل على ايه؟ بتعمل كودينج لايه؟ هل عملت لعب؟ هل عملت بروجرامز معينه؟ هو انا دلوقتي حاليا شغال على يعني لغه او مثلا يعني طريقه تقدر تعمل بيها العاب اسمها يونيتي. يونيتي هو ابلكيشن في ناس كتير جدا استخدمته وبتعمل بيه احسن العاب في العالم. هو اب كبير جدا وفي حاجات كتير جدا مستحيل حد يكون خلص كل حاجه فيه، يعني تقدر تستخدمه لمجالات كتير قوي. وانا دلوقتي شغال وبتعلم ازاي اعمل لعب عليه، وبعمل دلوقتي العاب وبنزل كمان على يوتيوب. طب محمد انت عندك بقى هوايه السباحه واخدت فيها ميداليات وكنت متميز فيها جدا، فانا عايز اعرف انت ازاي عرفت تعمل البالانس وتدمج الاثنين مع بعض وتعملهم الاثنين بطريقه حلوه قوي وناجحه جدا في نفس الوقت. هو انا بدات اتعلم سباحه وانا صغير جدا، ممكن عندي 4 سنين.
حوالي 4 سنين، ودلوقتي عندي 10 سنين، يعني 6 سنين بدرب سباحة. وأنا بدأت برمجة بعد ما بدأت السباحة بكتير جدا. فأنا بتدرب سباحة وأنا صغير، وكنت يعني كل يوم بنروح نتدرب ساعة. فكنت لما أجي أو قبل ما أروح كنت طول الوقت لازم يكون عندي حاجة اسمها planning، كان لازم أعمل planning، يعني أكون عارف إن ده هعمله في الساعة دي. مثلا هنروح نتدرب سباحة ساعة، وأعمل programming ساعة أو أكتر حسب. فيعني لو في أيام الدراسة ممكن أعمل ساعة، لو في الأجازة ممكن أعمل ساعتين كده. طب محمد، انت باباك يعني مهندس صح؟ طيب ازاي قدر ان هو يساعدك، او انت يعني اتأثرت بباباك كمهندس وكحد اكيد قريب منك في المجال ده، يعني ازاي اتأثرت بيه واتعلمت منه ايه؟ هو بابايا اول، هو مش مبرمج خالص، هو مهندس. بس كمان الوقت بيتعلم برمجة، هو بيحتاج البرمجة في الشغل بتاعه. فلو يعني البرمجة بتساعده قوي، فهو كمان ساعدني وخلاني اقدر أبدأ معاه، وبدأنا مع بعض. طب انت بما اننا بقى اتكلمنا عن باباك، انت مامتك اللي بتنظم لك فكرة الدراسة وبتنظم لك يومك وبتنظم لك يعني افكار يومك وبلان دي، ولا انت بقى اللي بتعملها لنفسك؟ هو انا بعمل فيها اجزاء، ولما اكون مثلا عندي حاجات كتيره جدا في نفس اليوم ما بكونش عارف اعمل ايه، فمامتي بتساعدني وبقدر اعمل بلان. طب انت نفسك توصل لايه يا محمد؟ يعني نفسك توصل لايه اكتر من كده؟ نفسي اعمل الاب بتاعي والويب سايت بتاعي، يعني وانزلهم يكونوا public عشان كل الناس تقدر تتعلم برمجه، ويكون اسهل كمان. نورتنا يا محمد، واحنا عايزين نقولك ان احنا فخورين بيك بشكل مش عادي، ومبسوطين وسعداء ان احنا عندنا نموذج زيك كده مشرف وجميل قوي لمصر. انا والله كمان مبسوط اكتر، يعني دي حاجة مشرفة جدا اني اطلع على قناة كبيرة جدا زي تان تي في. احنا كمان يا محمد، انا نفسي تعلمني، مش تعلمني برمجة، نفسي تعلمني ازاي بتنظم وقتك. يعني البلانينج دي حاجة من الحاجات، يعني انا يعني نفسي اطلب منك ان انت تعمل كده على اليوتيوب كمان بقى، تقول لنا ازاي بتعمل التايم مانجمنت والبلانينج اللي هو التخطيط وتظبيط الوقت، وازاي ان انت بتخطط يومك، علشان احنا كلنا محتاجينه، يعني انا احنا عايزين شخصيا دروس محتاجينه. كتير قوي منك يا محمد، يعني عايزين نعرف ازاي نكون ناجحين وازاي نشرف مصر وحاجات كتير قوي. اوكي اكيد هعمل حاجة عن كده. خلاص لازم اتواصل معاك وتعلمني. اوكي نورتنا يا محمد، بشكرك شكرا جزيلا. طفل والمعلم الصغير محمد سعيد في ليفل.